كثيراً ما نرى في مواقع التواصل الاجتماعي أسماء مستعارة يقوم بإنشائها بعض الشباب وحتى أحياناً بعض الكبار لإخفاء أسمائهم الحقيقية والعمل على النشر والمراسلة الخاصة بأسماء وهمية ومجهولة، أما الأسباب فتعددت من شخص إلى آخر. هاي يعني بها هواي يعني مدلولات. أول مدلول مثل ما قلنا انه هذا يدل على ضعف الشخصيه، وحتى يقدر انه يتكلم بشغلات وبامور ومواضيع يخاف يتكلمها عندما يكون اسمه الصريح، يعني كانما تكون مواضيع سياسيه، مواضيع طائفيه، مواضيع انه التحرش وغيرها. فيعني انا حسب رايي انا ما احترم الاشخاص اللي يغيرون اسمائهم. يعني ممكن تكون ابتعادا عن بعض المشاكل اللي ممكن تجي من بعض الاقارب بالاهل، وخاصه ان احنا نعرف مجتمعنا شرقي، فراح يخلي الاقارب يتجاوزون على البنيه، وخاصه انه بعد ما وصلت فكره التطور التام انه البنيه ممكن يكون عندها صفحه على الفيسبوك وتنشر بها خواطرها هي يعني. بس بنفس الوقت هي يعني اتس اوكي انه اذا بنيه نزلت يعني اسمها حقيقي او حتى حكت عن حياتها الشخصيه، لانه هو اظهار ما في داخلك انت، ومو بس مجرد عالم الكتروني، هذا العالم الالكتروني دخل بعالمنا الواقعي فقام ياثر علينا تاثير مباشر. مواقع الإنترنت بمختلف أنواعها تسمح للمستخدمين ومن جميع الأعمار أن يقوموا بإنشاء صفحات إلكترونية وحسابات بأي اسم كان، على الرغم من مساعي بعض الشركات بأن تضع ضوابط للحد من ظاهرة الأسماء الوهمية للتقليل منها وتجنب حدوث مثل هكذا انتهاكات. أكثريتها مو يعني يستعملوها بطريقة خاطئة، يجوز نصب، يجوز ابتزاز، يعني طريقة ما حلوة، واحد على شخصيته حقيقية أحسن. أنصح الشباب إنه يبتعدون على شو اسمه القضية مال تغيير الأسامي، ويضحكون على أصدقائهم الشباب أو يتجهون إلى الصفحات الطائفية اللي هم اللي يعلقون بها أو إساءات إلى الرموز الدينية أو إساءات للشخصيات، فهذا كله غلط وهذا مو يعني مو حضاري بلدنا. موقع الفيسبوك يعد هو الأكثر انتشاراً ويحوي على عدد هائل من المشتركين، لكنه يضم عدداً ليس بالقليل من الأشخاص المجهولين والذين يقومون أحياناً بانتهاك خصوصية الآخرين، في حين تبقى ثقافة الفرد وضوابط إنشاء المواقع هي من الأمور المهمة والتي تحد من هذه الحالة.